دونك السلام عليكم. في الفيديو الجديد نحاول نصايب واحد الفيديو ديال المناعة، الدرس ديال المناعة كامل. في الأول جزء أو أول جزء يعني أول بارتي تشوفوا فيها المصطلحات اللي كيتحطوا في المباراة. أما بالنسبة للجزء الثاني أو لا البارتي الثانية ديال الفيديو، فهاد الفيديو نيت يعني هيكون فيديو طويل شوية، حاولوا تتبعوا مزيان، جبدوا ورقة وصيلو باش تفهموا أي حاجة، اي يعني اي تفصيل حاولوا تفهموه ونوضيو، يعني حاولوا تنوضيو داكشي في الورقه باش تفهموا مزيان. واي سؤال كتبوه في التعليق. بالنسبه لهذا الفيديو حاولوا توصلوهم 30 لايك باش يبان في المقترحات بحال ديما. كما قلت الجزء الاول والبارتي الاولى فيها المصطلحات اللي ديجا كتشوفوهم في لي كونكور اللي تشوفوهم في الكيو سي ام. بالنسبة لهذا يعني هذا الملخص ديجا شفتو، ولكن هذه فيرسون واحدة أخرى يعني أوضح. اللي كانت قبل كانت شوية ما واضحش، المهم حاول نصايب واحدة أخرى أوضح باش تزيدوا باش يعني باش توجدوا مزيان. وهذا الشيء اللي كان في الفيديو، نخليكم مع تلخيص. حاولوا توجدوا ورقة وسيلو ونعطيو، هذه هي النصيحة اللي نقول لكم، حاولوا توجدوا ورقة وسيلو وكتبوا نعطيو اي حاجه بانت لكم تما نعطيوها. بالنسبه للتلخيص راه كيكون غنخلي لكم في الدرايف، او لا نخليه لكم على شكل بي دي اف في الجروب واتساب. بالنسبه اللي ما داخل في الجروب واتساب راه ديجا عمر، نحاول نزيد واحد اخر باش كلشي يوجد ان شاء الله. دونك نخليكم الفيديو. السلام عليكم، رجعنا معكم فيديو جديد. في الفيديو هذا غنصايب ان شاء الله تلخيص ديال المناعه، الدرس ديال المناعه. اذا كما وعدتكم قلت لكم غنصايب لكم تلخيص بسيط ديال الدرس ديال المناعه. اذا هو هدايا، يعني نحاول في هذه الفقره الاولانيه نعطيكم بعض المصطلحات المهمه على علم المناعه. كما كتعرفوا ان علم المناعه تبارك الله غني بالمصطلحات، كاين عنده مصطلحات. اذا هاد المصطلحات هما اللي كنلقاوهم بزاف في ديك المباريات ديال مثلا لي سبيت. كاين بزاف المصطلحات كيتعاودوا، ماشي كيتعاودوا وانما يعني كتحط مثلا مثلا يقدر يعطيك مولد مضاد ويقول لك واش هو غير ذاتي ولا، المهم كيعطيك في الاختيارات، او كيقول لك مثلا كيعطيك مثلا جزيئة السيم اش وكيعطيك الاختيارات، كيقول لك واش هاد السيم اش يعني شنو الدور ديالها، ماشي شنو الدور ديالها هكا كيكتب لك ما هو دورها، ماشي هكا. المهم كيقول لك دورها واش التمييز ما بين واش التعاون الخلوي بحال هكا. المهم هو المعنى ان المصطلح يعني جمعت لكم بزاف ديال المصطلحات، وان شاء الله في الفيديو هذايا غنصايبو المصطلحات كاملين غنشرحوهم مزيان وغتفهموهم مزيان. وفي الفقره الثانيه ان شاء الله غنصايب لكم يعني الفقره الثانيه في هاد الفيديو نيت، نقدر نصايب في هاد الفيديو الا ما جاش طوال، نصايب هاد الفيديو نيت، نصايب الفقرة التانية على المناعة كاملة كيفاش كتوقع، يعني بحال واحد القصة، القصة ديال المناعة كيفاش كتوقع على شكل عوارض، داكشي دغيا يكون يعني باش تبقى في بالكم. وايضا يعني تحاولوا تخدموها في التمارين ديال مثلا تحط لكم مثلا شي تمارين بحال هكا، شي كيو سي ام بحال هكا على المناعه. اصلا المناعه كتحط ماشي كتحط وانما يعني بعض المرات كيحطوا بعض الاسئله منه. اذا نبداو على بركه الله باش ما نضيعش الوقت. الملخص ديال هذا كما قلت لكم ملخص ديال مصطلحات علم المناعه. نبداو من الاول، يهتم علم المناعه بدراسه الجهاز المناعي. اذا هذه يعني حاجه طبيعيه ان علم المناعه درسنا الجهاز المناعي، المناعة حتى درسنا الجهاز المناعي. وشنو هو المناعة أصلا؟ المناعة هي واحد يعني بحال تمنع، شنو تمنع؟ تمنع واحد العنصر أجنبي. شنو هو العنصر الأجنبي؟ هو المواليد المضاد. المواليد المضاد شنو هو المواليد المضاد؟ يعني يقدر يكون فيروس، يقدر يكون بكتيريا، يقدر يكون أي حاجة، يعني واحد العنصر ما كينتميش للجسم وكيتسمى غير ذاتي، يعني كيتسمى غير ذاتي، غير ذاتي او عنصر اجنبي او كنسميوه حتى مولد مضاد. اذا المناعه يعني المناعه شنو هي؟ المناعه الجهاز المناعه، يعني جهاز المناعه سيستم، يعني كيكون واحد السيستم. ديك الجهاز المناعه شنو هو؟ جهاز المناعه كيصيبنا استجابه مناعيه، يعني
شنو هي الاستجابة مناعتي، هي هذيك ردات الفعل. اذا نكملو، يهتم علم المناعة بدراسة الجهاز المناعي. دابا فهمنا الجهاز المناعي، فهمنا هذه. اذا يتكون الجهاز المناعي من اعضاء، النخاع العظمي والغدة السترية. التهديم فيهما النخاع العظمي والغدة السترية هو اصل يعني النخاع العظمي اول حاجة هو اصل ديال اللمفاويات، والغدة السترية كتكون فيها اللمفاويات، يعني بعض اللمفاويات كتكون في الغدة السترية. من بعد هنشوفو شنو هي اللمفاويات بالضبط اللي كتكون في الغدة، يعني كتجي واحد الكفاءة ديالها، من الغدة السترية، وواحد اللمفاويات كتبقى في النخاع العظمي. اذا وخلايا، نكمل، وخلايا لها دور مهم في الدفاع عن ما هو ذاتي. اذا كما كنعرفو ان الجهاز المناعي، عيمنا عنا ما هو غير ذاتي، اذا عيدافع عنا عن ما هو ذاتي. باينة، يعني عيطرد ما هو غير ذاتي وعيدافع على ما هو ذاتي. اذا للجهاز المناعي حواجز دفاع خارجية، هذه عاوتاني معروفة، يعني عندنا جلة، عندنا المخاط، عندنا افرازات بحال العرق والدموع واللعاب. اذا هادو ما كاملين كيتسموا حواجز دفاع خارجية ديال من ديال الجهاز المناعي. وكاين عاوتاني الدفاع، يعني حواجز دفاع داخلية. شنو هما الحواجز الدفاع الداخلية؟ هي المناعة الطبيعية والمناعة النوعية. شنو هي المناعة الطبيعية؟ المناعة الطبيعية هي المناعة الغير النوعية. يعني قدرت تحط لكم في السؤال مثلا المناعة الطبيعية، المناعة الطبيعية هي المناعة الغير النوعية، والمناعة النوعية هي المناعة المكتسبة. اذا هادو ما يعني حتى هما مصطلحات ما كتذكروش بزاف، وانما يعني خاصكم تعقلوا عليها. اذا المناعه الطبيعيه كما قلنا هي المناعه الغير النوعيه، والمناعه النوعيه هي المناعه المكتسبه. يقدر يعطيك في سؤال مثلا المناعه المكتسبه ويعطيك الاختيارات، يعطيك مثلا واش هي المناعه النوعيه، المناعه الغير النوعيه، واش كتستعملوا فيها اللمفاويات، واش كنستعملوا فيها البلعاميات. اذا نتوما ديك الساعه تختاروا الجواب الصحيح. اذا نكملوا. الذاتي اول مصطلح هو الذاتي، يعني ملي شفتوا دابا الذاتي شنو طاح لكم بالكم، يعني ملي قلت لكم الذاتي بلا ما تشوفوا التعريف. الذاتي يعني واحد الحاجه كاينه في الجسم، الذاتي حاجه كاينه في الجسم، ذاتي حاجه عندك انت في الجسم وعندك انت في الجسم، هذه هي الذاتي. وشنو يوقع لنا الا كانت عندك في الجسم؟ ما يوقع لنا والو، بالعكس راه مزيانه عندك في الجسم، مزيانه يعني ديالك خاصة بك. مثلا عندك شي حاجة خاصة بك ديالك، ده ما يوقع والو. يعني الذاتي هو جميع العناصر التي تنتمي للجسم من خلايا وبروتينات التي لا تثير استجابة مناعية. ما يوقع والو، ما توقع لا استجابة مناعية لا حاجة. الغير الذاتي، اذا العكس ديال الذاتي هو الغير الذاتي، اللي هو المولد المضاد. إذا الغير الذاتي هو مولد مضاد، هو جميع العناصر التي تثير استجابة مناعية. يعني ملي كيكون عندك واحد المولد مضاد في الجسم ديالك، الاستجابة المناعية كيوقع واحد الإثارة، يعني واحد الإثارة ديال الاستجابة المناعية. علاش؟ باش تطردنا ديك المولد المضاد، حيت هو أصلا ماشي ذاتي، الحاجة ماشي ديالك. يعني بحال يوقع لك شي حاجه، مثلا ندخل عندك شي مولد مضاد ماشي ديالك في الجسم، اذا شنو يوقع لك؟ غتمرض. اذا شنو خاصنا نصايبو؟ خاصنا اول حاجه خاصنا نطردو ديك المولد المضاد باش ما يوقع لك والو. اذا نكملو. المصطلح الثالث هو جزيئه السي ام اش. عبارة عن جزيئات جليكوبروتينية توجد على سطح جميع الخلايا المنوثة. عقلوا لهذه، توجد على سطح جميع الخلايا المنوثة، ولكن يوجد صنفين من جزيئات السي ام اش، ماشي صنف واحد، ماشي يعني عندنا سي ام اش وحده توجد يعني في على السطح ديال جميع الخلايا المنوثة. لا، كاين صنفين من السي ام اش. كاين سي ام اش واحد اللي هي كتوجد على سطح جميع الخلايا المنوث، وكاين الصنف الثاني
الصنف الثاني اللي هو السيم اتش 2 فين كيتوجد هذايا؟ غير على سطح بعض الخلايا المناعاتيه فقط، بعض الخلايا المناعاتيه فقط، عقلوا على هذه ثاني. يعني السيم اتش 2، السيم اتش 2 ونقول لكم يعني واحد المثال بعدا. السيم اتش 2 كيتوجد على السطح ديال السي بي ا، السي بي ا اللي هي البلعاميات المعفنه، البلعاميه المعفنه، يعني كتوجد ديك السي ام اتش 2 على السطح ديالها باش كي باش كيتم الارتباط ديالها مع التكاثر. دابا نوصلوا ليها. اذا كما قلنا السي ام اتش 2 يوجد على سطح بعض الخلايا المناعيه فقط. تلعب جزيئة السي ام اتش دورا مهما في التمييز بين ما هو ذاتي، يعني هذا هو الدور ديال السي ام اتش. شنو هو؟ هو التمييز بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي. اذا احنا كنمشيو ايطاب باغ ايطاب، يعني شفنا الذاتي، شفنا شنو هو غير الذاتي، دابا كنشوفو السي ام اتش. السي ام اتش شنو كدير لنا؟ الدور ديالها واحد الدور مهم اللي هو التمييز ما بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، عن طريق شنو؟ عن طريق عرضها للمحددات المستضدية. شنو هي المحددات المستضدية؟ دابا نوصلو ليها، يعني حاجة في حاجة. إذن عن طريق عرضها للمحددات المستضدية الموجودة بداخل الخلايا، يعني المحددات المستضدية فين كيكونوا؟ داخل الخلايا. إذن المحددات المستضدية كيكونوا داخل الخلايا، و يعني كتعرفنا هاد السي ام اتش كتعرفنا عن ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي عن طريق العرض ديال هاد المحددات المستضدية. يقوم السي ام اتش بعرض المحددات المستضدية للبروتينات التي يتم انتاجها داخل الخلايا كيفما كان مصدرها ذاتي او غير ذاتي او ذاتي مغير. يعني اذا شتو دابايا تهدي عاوتاني واحد الحاجة مهمة، يعني هنا قال لك يقوم سي ام اتش واحد، سي ام اتش واحد بعرض المحددات المستضدية للبروتينات التي يتم انتاجها. يعني هاد سي ام اتش واحد ماشي شغلو، يكون ذاتي يكون غير ذاتي يكون ذاتي مغير، فهمتو؟ يعني يكون كما كان، يعني هاد المحدد كتعرض لنا هاد المحددات المستضدية، ولكن سي ام اتش 2 كيعرض لنا المحددات المستضدية لغير الذاتي فقط، يعني ديال المواليد المضاد فقط. و يعني هذا هو باش كتميز هاد السي ام اتش 2 على السي ام اتش 1، يعني هذا هو الاختلاف اللي كاين. السي ام اتش بصفة عامة باش كتميزنا حتى هي عندها خاصيات راه باينه، اي حاجه عندها خاصيات. السي ام اتش الخاصيه ديالها شنو هي؟ عندها مواليد منخفضه وما عندهاش ظاهرة العبور، يعني كنشوفو غياب ظاهرة العبور، ومتعددة الحاليلات ومتساوية السيادة. إذن هادو ثلاثة ديال الخاصيات اللي تحطو تاهما في أسئلة. ننتقلوا للمصطلح الرابع اللي هو المحددات المستضدية اللي عاد قريناها الفوق. يعني إلا كنتو ما فهمتو والو الفوق، يعني المحددات المستضدية شنو هي؟ هي عبارة عن أجزاء من بروتينات مواليد مضاد. اذا عباره عن اجزاء من بروتينات مواليد مضاد، ماشي هي مواليد مضاد، حيت بزاف ديال الاسئله كيطرحوا لهذا الشكل هذايا، كيقول لك واش المواليد المضاد هو محدد المستضد؟ الا يعني الا محدد المستضد ماشي هو مولد مضاد، وانما هذا المحدد المستضد هو عباره عن اجزاء من بروتينات مواليد مضاد، غير واحد الاجزاء من بروتينات ديال المواليد المضاد. اذا ما نقدرش نقولوا ان المواليد المضاد هو المحدد المستضد. إذا نكملو، أو البروتينات التي يتم إنتاجها داخل الخلية التي يتم عرضها على سطح الخلايا بواسطة جزيئات سي ام اتش. إذا سي ام اتش هي العارضة اللي كتعرض لنا، يعني اللي كتعرض لنا محددات المستضدية، وهي اللي كتعرفنا على الذاتي والغير الذاتي. إذا ننتقل للمصطلح الخامس اللي هو الاستجابة المناعتية. الاستجابة المناعتية باينة، يعني استجابة مناعية، استجابة مناعية ردة فعل. استجابة شنو هي استجابة؟ هي ردة فعل، ردة فعل المناعة. إذا دخلنا واحد المواليد، واحد مثلا عنصر أجنبي دخلناه للجسم، راه غنتسناو هاد الاستجابة المناعية.
غنتسناو هاد ردة الفعل ديال المناعة. إذا الاستجابة المناعية هي مجموعة من ردود الأفعال التي يقوم بها الجسم تجاه مولد مضاد قصد إبطال مفعوله والقضاء عليه. إذا هذه هي الاستجابة المناعية بصفة عامة. إذا انتقلوا للاستجابة المناعية الطبيعية. الطبيعية كما قلنا هي الغير النوعية، عبارة عن رد فعل مناعي موجه ضد جميع أنواع مولدات المضاد. تشوفوا هنا واحد الفرق كبير ما بين الطبيعية والنوعية. شوف غير السميه كيداير، يعني الطبيعيه طبيعيه طبيعي، يعني بحال نقولوا مثلا طبيعيه ضد كل شيء، ضد جميع انواع المولدات المضاده كما كانت، يعني ما كتفرقش. طبيعيه طبيعي سبحان الله، طبيعي ما كتفرقش، يعني اي مولد مضاد دخل ما كتفرقش ما بين هذا وهذا، عاد تمشي له عاد تقضي عليه، ولا ما قضاتش عليه عاد تدخل ديك النوعية. ها علاش قلنا طبيعي وعلاش قلنا نوعية؟ النوعية مختصة في واحد النوع، نوع واحد، يعني نوعية نوعية. أما الطبيعية طبيعية مختصة في كل شيء. والظاهرة اللي كتصيبنا هي ظاهرة البلعامة. البلعامة هي اللي كتميز بها هاد الاستجابة الطبيعية، مناعية الطبيعية، يعني كتدخل عن طريق تنشيط عامل تكميلة غنشوفو من بعد شنو كيصايبنا، وغنشوفو دابا غنشوفو. يعني ها هي بروتينات عامل تكميلة في المصطلح السابع، عبارة عن بروتينات بلازمية تكون غير نشيطة ويتم تنشيطها من طرف مولد مضاد أو بواسطة المركب المناعي. إذا المركب المناعي غنشوفو عاوتاني هو شنو كيصايبنا، الدور ديالو هادي وهادي، شنو يعني كيتم التنشيط ديال هاد العامل التكميله من طرف شنو؟ من طرف المولد المضاد او المركب المانع. علاش؟ باش يتشكل لنا المركب الهجوم الغشائي. هاد المركب الهجوم الغشائي هو اللي يقضي لنا على واحد الغشاء السيتوبلازمي غنحتاجو في واحد في واحد يعني في واحد الفقره، واحد الفقره الا كانت عندنا مثلا خليه معفنه وعندنا مولد مضاد لداخل، بغينا نقضيو على ديك المولد المضاد، ولكن ديك الغشاء مانعنا. اذا ديك الغشاء المانعنا هذا المركب الهجوم الغشائي. شوف حتى هي عاوتاني غير شوف غير السميه كيداير، يعني الهجوم الغشائي، يعني هجمنا على ديك الغشاء، يعني عطينا ديك الغشاء وغنقضيو على ديك المولد المضاد بكل سهوله. اذا كان مولد مضاد عباره عن خليه كالبكتيريا، ها هي يعني وضحوها هنايا. اذا انجذاب كيميائي للبلعاميات نحو موقع الالتهاب. اذا هذا يعني هذا اش كيتسمى، المهم المركب المانع كيقوم عاوتاني بهاد الدور حتى هو، يعني انجذاب كيميائي للبلعاميات نحو موقع الالتهاب. الا وقع شي التهاب في شي بلاصه، يعني شي جرح ولا شي حاجه، كيوقع لنا ديك الانجذاب الكيميائي للبلعاميات، كيجيو لنا البلعاميات من ديك البلاصه، تسهيل عمليه البلعامه، كيسهل لنا عمليه البلعامه. اذا المصطلح الثامن اللي هو البلعامه. البلعامه شنو هي البلعامه؟ البلعامه شوف هي شوف غير المصطلح كيداير، البلعامه يعني كتبلع، بلعامه كتبلع، ظاهره تميز المناعه الطبيعيه، وكتكون عند المناعه الطبيعيه، ما كتكونش عند النوعيه. النوعيه تقدر تكون الا كان التعاون الخلوي، حتى هي غنشوفو من بعد شنو غنصايبو فيها. يعني الظاهره تميز المناعه الطبيعيه، تقوم البلعاميه بابتلاع وهضم مولد مضاد خلال 4 مراحل. يعني هذا 4 مراحل شنو هما؟ التثبيت، الابتلاع، الهضم، ثم اخراج الحطام. عادي تثبيت بواسطه الارجل الكاذبه، الابتلاع، ثم الهضم. في الاول الا بغينا نبلعو شي حاجه كنثبتوها بعدا، يعني كنشدوها بعدا، عاد كنبتلعوها، عاد كنهضموها، عاد كنخرج الحطام ديك الساعات في الاخر، يعني عاديه. اذا هذه هي ظاهرة البلعامة. والبلعامة كتميز عند الطبيعي كما قلت لكم، عند الطبيعي، وتقدر تكون حتى عند النوعية، ولكن النوعية كتسمى هذاك التعاون خلوي، تعاون خلوي. اذا المصطلح السابع اللي هو مضاد الجسم. هذا مضاد الجسم اللي كيتحط عاوتاني بزاف بزاف كيتحط، يعني كيكون عبارة عن كربونات مناعية قادرة على الارتباط. بلاتي نرسم لكم الشكل باش تفهموا مزيان. اذا ماشي هي هادي. اذا فين هي مضاد الجسم؟ مضاد الجسم كيكون بحال هكا،
يكون سلسلة ثقيلة وسلسلة خفيفة. سلسلة خفيفة هما اللي كيكونوا في الجناب، وسلسلة ثقيلة هما اللي كيكونوا الوسط. إذا هادو ما هما السلسلة الخفيفتان، وهذوك السلسلة الثقيلة اللي كيكونوا في الوسط. إذا شنو هو مضاد الجسم؟ ديما كيتحط كيقول لك واش سلسلة ثقيلة سلسلة خفيفة. المهم عقل عليها هكا، يعني سلسلة خفيفة وسلسلة ثقيلة. وبعض المرات كيعطيك كيقول لك واش عبارة في واحد السؤال شتو، كيقول لك واش عبارة عن كربونات مناعية بحال هكا، وكيعطيك إيكغيك، كيعطيك بحال هكا إيكغيك، كيكتب لك هكا. يعني بطبيعة الحال راه عبارة عن كربونات بحال على هاد الشكل هدايا. إذن هاي أصلا هاي مكتوبة، يعني مكتوبة تما عبارة عن كربونات مناعية قادرة على ارتباط بمولد مضاد بشكل نوعي مشكل مركب المناع، وإبطال مفعوله عن طريق تنشيط عامل التكميلة وتسهيل عملية البلعام. هنا هنشرح لكم عاوتاني هادي كي دايرة. يعني مضاد الجسم هو عبارة عن هاد اللعيبة أيه، ولكن مثلا عندنا واحد المولد مضاد معوج، يعني عندنا واحد المولد المضاد مثلا عنده هنايا مثلا عنده اذا هنايا هذه حتى هي كتكون على هذا الشكل هذا، يعني باش تشدنا ديك المولد المضاد، باش تشدنا ديك المولد المضاد. اذا حتى هذه يعني حتى هذا مضاد الجسم كيكون على هذا الشكل هذا، يعني كنجيبو واحد المولد مضاد على هاد الشكل هدايا باش يكون واحد التكامل بنيوي بيناتهم، وتشدنا ديك المضاد المولد المضاد يعني مضاد الجسم كنجيبوه على هاد الشكل هدايا، على هاد الشكل يعني بحال نصف دائرة، نصف دائرة خاوية. إذا كنجيبوه على هاد الشكل هدايا ديال نصف دائرة خاوية، علاش؟ باش نقومو ب يعني باش نقومو باش يكون تما واحد التكامل بنيوي، يكون تكامل بنيوي بيناتهم بجوج. اذا باش يكون التكامل بيناتهم بجوج ونقدروا نشدو ديك مواليد المضاد. اذا نكملوا هنا قال لك كربونات. المهم هنا المركب المناعي يعني في المصطلح العاشر عبارة عن مركب يتكون نتيجة ارتباط مضادات الأجسام بمولد مضاد نوعي له، يعني مركب المناع. إذا مني قلت دابا مني قلت لكم هكا، يعني مني كنجيبو ديك مضاد الأجسام على الشكل يعني كيكون واحد التكامل بنيوي بينه وبين مولد مضاد اللي هو العنصر الأجنبي، مني كيلصقو بيناتهم كيتسمى هذاك مركب المانع، كنمنعو يعني كنمنعو داك العنصر الاجنبي او المولد المضاد باش يقوم بواحد الادوار اخرى، يعني باش يتكاثر، باش هادي يعني كنمنعو صافي كنبطلوه. هذا كيتسمى المركب المانع، عقلوا ليها. اذا المصطلح 11 استجابه مناعيه نوعيه. دابا دخلنا الاستجابه المناعيه النوعيه. كما قلت لكم النوعيه كتكون ضد واحد الشكل، يعني ضد واحد مولد مضاد معين. اذا رد فعل مناعي تجاه مولد مضاد معين كما قلت لكم بشكل نوعي قصد القضاء عليه وابطال مفعوله عن طريق مضادات الاجسام مناعيه خلطيه او خلايا لنفاويه تسير قاتله مناعيه مناعه خلوي، يعني كيكون واحد المسلك خلطي ومسلك خلوي. هذاك من بعد وغنشوفوه يعني كما قلت لكم بالاخر ديالو بكلشي، السخاس ديالو بكلشي. السميه الخلويه. إذا السمية الخلوية واحد الظاهرة كتقوم بها اللمفاوية التسير القاتلة بقتل الخلية الهدف عن طريق إفراز البيرفورين والكرانزيم. دابا هاد البيرفورين والكرانزيم شنو كيصايبو لنا؟ دابا البيرفورين والكرانزيم كل وحدة وشنو كتصايب؟ يعني وحدة كتمشي للأ دي إن، كتقضي على الأ دي إن، ووحدة كتصايبنا واحد الثقوب أو فجوات في ديك الخلية، ديك الخلية الهدف اللي كتسمى السمية الخلية هي السمية الخلية. المهم كتصايب لنا واحد الثقوب او فجوات في ديك الخلية، كيدخل ديك يعني كيدخل الماء والاملاح المعدنية كتفرقع الخلية، كيوقع واحد الانتحار الخلوي، هادي كتسمى السمية الخلوية او الخلية.
الكفاية المناعية، قدرة الليمفاويت على التمييز بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، وتكتسب هذه القدرة داخل الأعضاء الليمفاوية الرئيسية للنخاع العظمي بالنسبة للليمفاويت B والغدة السحلية بالنسبة للليمفاويت T. إذا الكفاية المناعية هي اللي قلت لكم قبيلة، وثاني يعني مهم أول حاجة الليمفاويت فين كتكون؟ في النخاع العظمي، سواء B أو T كتكون في النخاع العظمي. الكفاية المناعية باش تولي كتميز ما بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، شنو كنصايبو لها؟ كنصايبو بحال واحد السطاج، بحال واحد السطاج. ديك السطاج فين كل وحده فين كدوزو؟ بي كدوزو في النخاع العظمي نيت، اما تي كتمشي للغده السحلية اللي كدوز ديك السطاج ديالها، من بعد كتمشي للعقد اللمفاويه. ملي كدوز السطاج كتمشي للعقد اللمفاويه، وتا بي ملي كدوز السطاج كتمشي للعقد اللمفاويه. ملي عليها كنلقاو حنا اللمفاويات كنلقاهم في العقد اللمفاوي، يعني كتكونوا اي كتكون في النخاع العظمي، ولكن السطاج فين كدوزو باش تكون عندهم واحد الكفاءه او الكفايه المناعيه، كل وحده فين كدوزو. علاش كل وحده فين كدوزو؟ حيت بي كتكلف بي الخليه بي، يعني كتكلفنا على واحد الشكل اخر، يعني كتكلفنا ب المضاد الجسم. اما تي كتكلفنا بالخلايا المعفنه، هذا يعني تي كتكلفنا بالخلايا المعفنه، اما بي كتكلف بمضاد الاجسام، مضادات الاجسام، او عفوا مولد مضاد، يعني عنصر اجنبي مولد مضاد. عليها احنا يعني كل وحده فين كتمشي كدوز السطاج ديالها عاد كتمشي للعقد اللمفاويه، باش منين نحتاجوها، باش منين نحتاجو هاد اللمفاويات نلقاوهم. اذا ندخلو للدرس، المناعه. اذا المناعه، المناعه النوعيه، وعندنا مناعه غير نوعيه. اذا دابا فاهمين كلشي، يعني عندنا نوعيه عندنا غير نوعيه، عاد شفنا هذا في التعريف. دابا نشوفو الفرق بيناتهم. النوعيه عندنا النوعيه اللي هي مكتسبه غير فورية، يعني ما كتوقعش دغيا، غير فورية، يحتاج نوعية. بلاتي بلاتي نرجعو نغير النوعية بعدا عاد نرجعو للنوعية. علاش؟ حيت الطبيعية بعدا نقراو على الطبيعة شوية، وهادي عاد نرجعو لديك النوعية اللي شوية حاشا، فهمتي؟ النوعية يعني بحالي عجبة راسها بحال هكا. المهم نوعية كتبغي واحد النوع ديال المولد المضاد. نشوفو غير النوعية اللي هي الطبيعية، فطرية، يعني كتكون معانا فطرية، ماشي مكتسبة، فطرية. فطرية معانا فورية، يعني ملي كيدخل ديك المولد المضاد، مولد مضاد كنلقاو هاديك الساعة، ديك الساعة كتمشي تخدم وهادي وهادي وهادي، وكتهجم، يعني كتصايب من ديك الاستجابة ديالها. إذا في ديك الوقت يلا كيوقع لك شي جرح ولا هادي، كتحس بالسخانه، كتحس بديك البلاصه كتحرقها، كتحس بالانتفاخ. ديك الساعه المناعه الغير نوعيه كتخدم، يعني الطبيعيه كتخدم. اذا غياب الذاكره، يعني ما عندهاش ذاكره مناعيه، تحدث في جميع انحاء الجسم، يعني كتخدم في الجسم كامل، وبلا يعني بلا يعني كتخدم بلا ما زعما متحدد لنا ديك المضاد، ديك مولد المضاد اللي عاد تخدم عليه. يعني اي مولد مضاد دخل وفي اي بلاصه عاد تمشي لعندو وعاد تقضي عليه، عاد تقضي عليه. الا ما قدرتش تقضي عليه عاد دوز النوعيه، باش تفهموا الفكره. بعدا النوع، الانواع ديالو، كاين الحواجز الطبيعيه وكاين رد فعل التهابي. الحواجز الطبيعية مثلا بحال الجلد والمخاطات، كما قلت لكم قبيل، يعني شناها قبل في الاخوان او في الحلقة الاولى، يمكن عن طاولو. حمضية المعدة، المهم كاين بزاف. رد فعل التهابي، رد فعل التهابي شنو هو؟ هو البلعامة، يعني انا غنصايب واحد نقضيو على هذيك المواد المضاد بواسطة ظاهرة البلعامة، الظاهرة هذيك تسمى ظاهرة البلعامة. اما النوعية فهي مكتسبة غير فورية لها ذاكرة مناعية، يعني هذه بحال نقولوا العكس ديال هذه، النوعية العكس ديال غير النوعية، حيت أصلا راه باينة مكتسبة، كنكتسبوها. غير فورية يعني تا كتفشل هاد الغير النوعية عاد كتدخل هاد النوعية، فهمتوا؟
لها ذاكرة، عندها واحد الذاكرة مناعية. علاش علاش عندك الذاكرة المناعية؟ مثلا مثلا دخل واحد الفيروس مثلا، او واحد المهم دخل واحد مضاد الجسم سميتو مثلا المهم سميتو مثلا، ديك مثلا اللي دخل الجسم شنو هيصيب؟ شنو هتصيب هاد المناعة؟ المناعة عاد يعني عاد تصيب ديك مثلا قاصح، يعني ما تقدرش تقطع عليه بالعامة. شنو عاد تصيب؟ يعني هادي فشلات، هاد الغير النوعية فشلات، إذا عاد تصيبنا هاد النوعية هي اللي عاد تخدم. ملي عاد تخدم هاد النوعية وعاد تقضي لنا على ديك مثلا، قضات لنا على ديك مثلا، من بعد يعني واحد من بعد واحد المدة من عاد تدخل ديك نفس مثلا، هاد النوعية عند الذاكرة المناعية صافي، عاد تدخل مثلا عاد تقضي عليه. كاينة الذاكرة المناعية، دخل مثلا عاد تقضي عليه صافي. يعني هاد الشيء علاش كيكون واحد كتكون عندها واحد الذاكرة المناعية، وعاد نزيدو نتأكدو منها في الدرس هذا نيت. إذا عندها مسلك خلوي، مسلك خلطي، هادي باينة، وكتحدد لنا في أماكن محددة في الجسم. عندها مسلك خلطي وخلوي. خلطي يعني خلطي كيكون بالقضاء على المواد المضاد، اما الخلوي كتكون يعني اللمفاويه تي القضاء على الخلايا المعفنه. اذا ندخلوا الطاس دابا، غندخلوا المناعه النوعيه، النوعي او الغير النوعيه. الغير النوعيه باش عاد نرجعوا للنوعيه، يعني تكون فشلت الغير النوعيه الطبيعي اللي هي الطبيعي، عاد ندخلوا للنوعيه. إذا المناعة الغير نوعية اللي هي الطبيعية، عند دخول أي عنصر أجنبي أو مولد مضاد كحادث أو جرح فيجب أولا تدخل بالعمليات. إذا هذه حاجة مهمة، يعني تبعوا معايا، تخيلوها في بالكم. المناعة الغير نوعية دابا مثلا وقع لك شي جرح مثلا، شنو في ديك البلاصة، شنو هيوقع لك في ديك البلاصة اللي وقع فيها جرح؟ هتنتفخ، ايه اطلع لك سخانه شويه، ايه يعني من عاد نتافخ وقع فيها واحد يعني واحد الحمويه بحال تحمر شويه ديك البلاصه، هتحمر شويه ايه. اذا هادو كل عوامل في ديك يعني ديك العوامل كتأدي لنا هاد الاستجابه الطبيعيه، يعني كتقول لنا انها كاينه واحد الاستجابه طبيعيه، واحد الاستجابه مناعيه طبيعيه. وشنو اللي كتدخل فيها؟ هي البلعاميات. البلعاميات هما اللي كتدخلوا. شنو هما البلعاميات؟ البلعاميات راه ديجا شرحناها يعني في الفيديو ديال يعني المصطلحات. اذا توجد البلعاميات في الاوعيه الدمويه، هذه حاجه مهمه. البلعاميات كتوجد في الاوعيه الدمويه، كتجينا من الاوعيه الدمويه. وشكون اللي كيجيب لنا هاد البلعاميات؟ هذا سؤال، شكون اللي كيجيب لنا ديك البلعاميات من الاوعيه الدمويه حتى ديك البلاصه ديال الانتفاخ وكذا؟ اذا الوسائط الالتهابيه هي اللي كتعمل على اخراج البلعاميات من الاوعيه الدمويه ورفع من نفاذيه هاد البلعاميات. يعني الوسائط الالتهابيه، وشنو هي الوسائط الالتهابيه؟ هي الهيستامين، البروستاغلاندين، والكينين. هادو بثلاثه، يعني الهيستامين والبروستاغلاندين والكينين. الكينين كيكون في الصفائح الدمويه، اما هذيك الجوج الاخرين كيكونوا في الخلايا البدينه. اذا هادو هما اللي كيجيبوا لنا البلعاميات من الاوعيه الدمويه لديك البلاصه، وكيرفعوا لنا من نفاذيه البلعاميات، يعني كيزيدوا لنا من البلعاميات اللي ديك البلاصه كتنتفخ شويه. اذا ملي جابوا لنا هاد البلعاميات، شنو عصايب هاد البلعاميات؟ يلاه شنو عصايب هاد البلعاميات؟ هذيك البلعاميات عندك مولد مضاد اللي دخل وتعافت عليه الخلايا البدينة وعيطتنا البلعامي. المهم اللي وقع داكشي كامل، شنو وقع بعد الانجذاب الكيميائي إلى البلعاميات الى موقع التعفن؟ تقع ظاهرة البلعامة. دابا توقع لنا ظاهرة البلعامة اللي هي كما قلنا في الاول التثبيت، ثم البلع، ثم الهضم، ثم طرح الحطام. هذه شرحناها هنا، يعني مكتوبة هنا، هاي هذه بلعامية. اذا بلعامية هذا مولد مضاد. شنو تصايبلو؟ عاد تبتو بواسطة أرجل كاذبة، من بعد من عاد تكذب عليه وعاد تبتو بواسطة أرجل كاذبة، عاد تبلعو، من بعد من عاد تبلعو عاد تهضمو، هاي هضماتو،
من بعد طرح الحطام، هي طرحت الحطام وديك الحطام كيخرج على شكل عرار، على شكل مهم بحال هكا. اذا هذا يعني هذا هو الظاهرة بالعامة ملي كتوقع. اذا حنا قضينا على ديك الموالد المضاد، وقعنا داك الانتفاخ، قضينا على الموالد المضاد، صافي سال الفيلم. لا مسألش الفيلم، مسألش الفيلم. اما اذا كانت خالية معفنة، وحنا دابا هي موالد مضاد، اييه قضينا عليه، ولكن الا كانت خلية معفنة شنو نصيبو لها ديك الساعة؟ اذا كانت خلية كاملة معفنة شنو نصيبو لها؟ اذا كانت خلية معفنة يعني ديك المحدد المستضدي، احنا محتاجين المحدد المستضدي هو يعني كيكون الفوق هو اللي كيعرضنا ديك الخلية المعفنة. اذا الا كانت خلية معفنة في وسط منا موالد مضاد شنو كيوقع؟ الكينين. شنو كتوقع؟ البلعامية كتعيط للكينين، الو سي الكينين اجي، فين عنجي؟ اجي تقوم بتنشيط عوامل التكميلة. ها عوامل التكميلة احتاجناها، علاش؟ علاش نحتاجو عوامل التكميلة؟ كما قرينا في كما شفنا في ديك المصطلحات في الاول، ان عوامل التكميلة هما اللي كيصايبولنا مركب الهجوم الغشائي. شنو هو هذا مركب الهجوم الغشائي؟ كما قلت لكم انها كتهجم على الغشاء السيتوبلازمي. يعني دابا هنا شوفوا عندنا هنايا السيتوبلازم، يعني الغشاء السيتوبلازمي هو يعني هو اللي حابس لنا ديك الموالد المضاد باش ما نقضيوش عليه. اذا هذا الغشاء السيتوبلازمي نحيدو باباه، المهم يعني صافي، يعني هو اللي سبب ديال هذا المشكل، نحيدوه ونقضيو على ديك الموالد المضاد. علاش لا؟ باش نحيدوه بديك المركب، يعني نعيطو الكينين اولا، نعيطو الكينين، والكينين شنو صايب؟ عينشطنا عوامل التكميله، وعامل عوامل عوامل التكميله عتصيبنا تشكل المركب الهجوم الغشائي. اذا هذا مركب الهجوم الغشائي عيصيبنا، يعني عيحاول عيصيبنا واحد الفجوات، فجوات في ديك الغشاء السيتوبلازمي، مثلا فجوات هنايا، عصبنا فجوة هنا، فجوة هنا، فجوة هنا، فجوة هنا، المهم غيدخل الماء تمايا، الماء والأملاح المعدنية، وغتفرقع الخلية. إذا غيوقع واحد يعني المهم غتفرقع الخلية، إذا غتفرقع الخلية بحال مثلا شي نفاخة صايبناها، بقينا كنعمروها بالماء، الماء الماء الماء، في الأخر غتفرقع. اذا بحال هكاك ديك الخليه المعفنه، اذا ما تفاجات تقدر ديك المورد المضاد يتفاجا معهم، يقدر ما تفاجاش معهم. الا تفاجا معهم هذاك الشيء اللي بغينا، ما تفاجاش معهم غنصايبو له البلعام حتى هو، يعني تجي القضيه سهله غنصايبو له البلعام، ولكن غالبا غيتفاجا مع ديك الاخرى. اذا يوقع يعني يوقع القضاء على المورد المضاد في حاله فشل. دابا سالينا من الاستجابه المناعيه الغير نوعية، صافي ذكرنا الحالة ديالها، بارك عليها. إذا في حالة فشل الاستجابة المناعية الطبيعية، أي عدم تدمير المولد المضاد، مثلا استعملنا جميع الطرق، ما بغاتش يعني ما بغاتش تدمر ديك المولد المضاد، يعني راسو قاصح، تنتقل من الاستجابة الغير نوعية إلى النوعية المكتسبة. يعني ديك الساعات ملي حالنا معاها من غير نوعية عنده ذو المكتسبة، يعني المكتسبة 100%، هذه مكتسبة 100% تقضي عليها إلا القليل، يعني بحال مثلا في اش، هادو ما تقدرش تقضي عليهم، أو مثلا يعني هادو من ما بين الفيروسات القهقرية، يعني ما كتقضيش عليهم بسهولة، وأصلا هما كيمشيو يعني كيمشيو ديريكت لديك التكاثر، يعني اللمفاويات التكاثر كيقضيو عليهم، حيت اللمفاويات التكاثر هما بحال غنقولو بحال رأس الحربة بحال هكا. المهم غنكملو وتفهمو مزيان. إذا في حالة فشل الاستجابة المناعية الطبيعية، فشلات الطبيعية أي عدم تدمير الموالد المضاد، يعني ديك الموالد المضاد كيما قلت لكم راسو قاصح ما بغاش يتدمر. إذا غننتقلو من الاستجابة المناعية الغير نوعية إلى النوعية المكتسبة. وهاد النوعية المكتسبة شنو هي؟ يعني هي النوعية وهي المكتسبة، يعني غنكتسبوها. وهاد المكتسبة شنو كتحتاج باش تكون مكتسبة؟ هانتوما اسمعوا مزيان، المكتسبة شنو غتحتاج باش تكون مكتسبة؟ غتحتاج معلومات، المعلومات منين غتجيبهم؟ من
هاد البلعاميات. البلعاميات شنو هي؟ البلعاميات هي اللي صايبتنا ديك البلع، صايبتنا بلع ديال المواد المضاد، وديك المواد المضاد مع راسو قاصح ما بغاش يتبلع. اذا اتوقع ديك الخليه ديك البلعاميه اتوقع لها واحد التعفن لداخل، يعني كتسمى ديك الساعه خليه معفنه، ما قضاتش على ديك المواد المضاد اذا ولات معفنه. اذا ملي كتولي معفنه يعني كيكون عندها واحد المعلومات. شنو كتصيبنا؟ كتولي عارضه للمواد المضاد، يعني كتسمى السي بي ا، كتولي عارضه لديك المواد المضاد. شنو هي عارضه المواد؟ يعني كتعطيني معلومات عليها، يعني كتعرض لنا معلومات على ديك المواد المضاد وكتمشي باش تقضي على هاد المواد المضاد، يعني بهاد الطريقة ديال النوعية المكتسبة. إذا نكملو المناعة النوعية. إذا ندخل للمناعة النوعية، تتطلب إلى تدخل اللمفاويات بي و تي. إذا المناعة النوعية، المهم تبعني معايا بعدا في الفيلم. المناعة النوعية عن بعد نشوفوا المناعة النوعية ليش كتحتاج هذه وهذه، عاد نكملوا الفيلم ديالنا منين حبسناه. هنا فين حبسناه؟ ها هو حبسناه هنايا. اذا انت نشوفوا بعدا المناعة النوعية تا هي فيها بزاف ما يتقال. النوعية تتطلب الى تدخل اللمفاويات. شنو هما اللمفاويات؟ بي و تي، يعني الى قلبت في جوجل غتلقاو البائية والتائية. بي و تي يعني هما كيكتبوها بالعربية البائية والتائية. اذا بي و تي اصل اللمفاويات شنو هو؟ هو النخاع العظمي. قلناها اصل اللمفاويات هو النخاع العظمي، تنضج اللمفاويات بي وتكتسب كفايتها المناعية في النخاع العظمي. اي تنضج اللمفاويات تي في الغدة السفلية. اذا هنا كاين اختلاف، بي لمفاويه بي الاصل ديالها من النخاع العظمي وكتكمل تصايب الكفايه ديالها من النخاع العظمي، ولكن تي لا، تي الاصل ديالها من النخاع العظمي ايه، ولكن كتصايب الكفايه ديالها كتمشي للغده الساتاليه عاد كدوز السطاج ديالها. اذا المهم فاهمين بعد هاد المساله ديالها كيتحطو تا هما في كونكورات، يعني بعض المرات كيقول لك بحال هكا الكفايه المناعيه وهذه وهذه تقدر دوخك النخاع العظمي الاحمر، كيقول لك مثلا بحال هكا واش المركزيه، واش من يعني واش من اللمفاويه المركزيه ولا ما بحال هكا. المهم شي اسئله بحال هكا كيتحطوا، نقدر نزيدهم في المونتاج الا لقيتهم. اذا تنضج اللمفاويه تي في الغده الستاريه. اللمفاويه تي كتنضج لنا في الغده الستاريه، هذه مفهومه. اذا نكملوا الفيلم ديالنا اللي هو عند فشل الاستجابة الغير نوعية تصبح لبع العاميات خلية عارضة للمواد المضاد، يعني كتولي انها كتعرض لنا ديك المواد المضاد الفوق. هاي السي بي ا كتولي عارضة لديك المواد المضاد. اذا ملي كتولي لنا عارضة لديك المواد المضاد كتغادر ديك الخلية ديال السي بي ا الى اقرب موضع للعقد اللمفاوية. علاش؟ علاش كتغادر الى اقرب موضع للعقد اللمفاوية؟ باش حيت اصلا هي شنو هي العقد اللمفاويه؟ يعني تمشي للمفاويات، تمشي للمفاويات باش يوقع لنا هاد الاستجابه النوعيه. اذا كيوقع ديك الساعات ملي كتمشي للعقد اللمفاويه كيوقع واحد التعارف ثنائي بين ديك السي بي ا والتي كادا. السي بي ا والتي كادا باش كيفاش زعما كيوقع تي بي ا سي كادا بحال هكا؟ يعني كاين اللي ما يفهمش بحال هكا. المهم السي بي ا سي بي ا و تي كادا يعني لمفاويات تي كادا سي بي ا كيكون عندها سي ام اش جوج، عقلوا ليها سي ام اش جوج الفوق. المهم هادي هي سي ام اش جوج، و تي كادا كيكون عندها سي دي كادا. سي دي كادا يعني كيوقع واحد بحال نقولو واحد يعني بحال تلاؤم او تكامل بنيوي بيناتهم بجوج سي بي ا و ال تي كادا، كيوقع واحد التكامل بنيوي بيناتهم بجوج يعني كيدخلوا بعضياتهم وحده كتدخل بوحده. المهم هاد اللعيبات هادو كيدخلوا بعضياتهم، وشنو كيوقع؟ تعارف ثنائي، كتعرف عليها كتعرف انها خليه عارضه يعني انها سي بي ا وجايه تقضي على ديك الموارد المضاد اللي كان لداخل. اذا ديك الساعه شنو كيوقع؟ كيتنشط، كيتم واحد التنشيط ثنائي بيناتهم. كيفاش كيتم هاد التنشيط الثنائي؟ سي بي ا
او التكاره شنو كتصايب؟ كتفرز لنا يعني واحد العامل كنشطنا ديك البلعاميه. علاش كتنشطنا ديك البلعاميه؟ ديك البلعاميه العريضه علاش كتنشطها؟ ديك البلعاميه العريضه بضرورة عتفرز الانتروكين واحد. علاش عتفرز الانتروكين واحد؟ علاش مع الدبراسه كتفرز الانتروكين واحد؟ لا، الانتروكين واحد علاش كتفرز؟ باش تكاثر. يعني الانتروكين بصفه عامه مصايب لي التكاثر، يعني كيصايبنا التكاثر. هذه حاجه مهمه. علاش التكاثر؟ حيت ملي تكاثرنا مثلا تكاثرنا ديك التكاثر تكاثرنا نخبي واحد شويه للذاكره الميموار ديالنا، والباقي نكملوا به الاستجابه ديالنا. اذا خبعنا شويه ديال الذاكره، من بعد ملي يجي نفس المولد المضاد نفس العنصر الاجنبي من يدخل الجسم انقضوا عليه بسهوله. هادشي علاش كيوقع التكاثر. اذا افراز الانتروكين واحد من طرف شنو؟ من طرف البلعاميه، يعني ديك البلعاميه كتقوم بافراز الانتروكين واحد وكتحفز لنا التكاثر على التكاثر. يعني ديك الانتروكين واحد كيحفز لنا ديك اللمفاويه التكاثر على التكاثر. ملي كتكاثر ديك اللمفاويه التكاثر يعني كتعطينا تي اش مساعده، والتكاثر داك يعني ديك هاد اللمفاويه التكاثر كتبقى لنا واحد الميموار شويه هنايا، وديك تي يعني ملي كتكاثر المهم غتكاثر دابا، يعني شويه كنخبعو لداك وشويه كنكملو به. ديك شويه ديال تي اش مساعده عاوتاني شنو كيصايب؟ كيتم واحد الافراز ديال انتروكين جوج. تي اش كيفرز لنا الانتروكين جوج. علاش؟ باش يعني كيحفز لنا تي ويت او بي للتكاثر عاوتاني، يعني كيتحفزو عاوتاني تا هما باش يتكاثر. علاش يتكاثر عاوتاني؟ علاش يتكاثر؟ علاش معذبين راسهم كيتكاثر؟ حيت باش يصايبو عاوتاني تا هما الذاكرة ميموار ديالو. يعني هانتوما كتشوفو بي يعني تي ويت لمفاوية تي ويت او لمفاوية اللمفاوية التاويت ذاكرة، وتا هي هاد اللمفاوية بي ذاكرة يعني ميموار ديالهم تا هما، باش إلا دخل عاوتاني نفس المولد المضاد باش يدخل إلا دخل نفس المولد المضاد حلقة الذاكرة المناعية موجودة ويقضيو عليه بسرعة، يعني بسرعة كتر من ديك الاستجابة الأولى اللي وقعت. إذا نكملو الفيلم ديالنا هنا. لأن هاد تي اش مساعدة ملي كتفرز لنا الانتروكين جوج، يا اما يعني كتعطينا التويت كتحفز لنا التويت على التكاثر، او كتحفز لنا بي على التكاثر. يعني اذا كانت عندنا خليه معفنه غتحفز لنا التويت باش تكاثر، باش تصير ذاكره مناعيه وباش تحول ديك التويت للتست قاتله. وديك التست قاتله شنو غتصيبنا؟ غتفرز لنا الكرانزيم والبيرفورين. علاش هاد الجوج هادو هما؟ علاش بالضبط هاد الجوج؟ هاد الجوج كيصايبنا واحد الدور مهم. شنو هو؟ يعني هاد الكرانزيم والبيرفورين شنو كيصايبو لنا؟ كيمشيو لديك الخليه المعفنه. شنو كيصايبو لها؟ وحده كتمشي تقضي على الاي دي ان، وحده شنو كتصايب؟ كتصايب واحد الفجوات في ديك الخليه، كيوقع واحد الانفجار خلوي، يعني كيوقع انتحار الخلية. يعني كيقضيو لنا على الخلية. اما اذا كان عندنا مضاد الاجسام شنو يوقع؟ هاد الانتروكين جوج يعني تي اش مساعدة تفرز لنا الانتروكين جوج، وعاد تحفز لنا بي على التكاثر. ملي تحفز لنا بي على التكاثر عاد تصايب لنا بي ذاكرة، هاد بي ميموار عاد تبقى، ولكن هاد البي ما تبقاش، تحول لبلزاميات. ملي تحول لبلزاميات شنو وقع له؟ ديك البلزاميه شنو صايب؟ عتفرز لنا مضادات الاجسام، وعتشكل لنا مركب المناعة. شنو هو المركب المناعة؟ هو مضادات الاجسام زائد يعني عتزادنا مع الجسم المضاد. يعني مضادات الاجسام عتزادنا مع الجسم المضاد، يعني الاجسام المضاده مع مضادات. يعني بحال نقولوا يعني وقع لنا، بلاتي نقول لكم كيفاش ديجا دوينا فيها. اذا مضادات الاجسام
فين دوينا فيها، ولكن يعني باقي هي هذه. المهم مضاد الجسم، مضاد الجسم ملي كي يعني ملي كيلتصق او ملي كي يعني ملي كيشدنا في ديك الجسم المضاد، شنو كيوقع ملي كيشدنا في ديك المولد المضاد، عفوا المولد المضاد، شنو كيوقع؟ يعني كيتشكلنا المركب المناعي. اذا ملي كيتشكلنا ديك المركب المناعي، وها هو يمكن هو هو عبارة عن مركب يتكون نتيجة ارتباط مضاد الأجسام بمولد مضاد نوعي له، يعني كيكونوا بحال نوعي، يعني ديك مولد مضاد، ديك مضاد الجسم مخصص لديك مولد مضاد يعني نوعي، هذا كيتسمى مركب مانع. علاش هذا المركب المانع؟ علاش نعذبوا راسنا ونشكلوا هذا المركب المانع؟ يعني يقدر يجيك واحد التساؤل يقول علاش انا نعذب راسي ونشكل هذا المركب المانع؟ علاش وانا عندي يعني مضادات الاجسام يقدروا يقضوني على موالد مضاد؟ لا، مضادات الاجسام ما كيقضيوش على موالد مضاد، بالعكس ملي كيتشكل يعني ملي كيشدوا لنا ديك ملي كيشد لنا ديك موالد مضاد، مضادات الاجسام عقلوا ليها، مضادات الاجسام كيشدوا لنا موالد مضاد، يعني كيكونوا بحال نوعي، كيتشكل مركب المانع. والمركب المانع شنو كيصايبنا؟ عدم التكاثر، يعني كيصايبنا واحد اللعيبه، ماشي كيصايبنا واحد اللعيبه، المهم يعني الدور ديالو شنو هو؟ هو كيخلي ديك الموالد المضاد ما يتكاثرش، ما يزيدش يتكاثر. زيد شنو اخر؟ كيبطل لنا الفعالية ديك الموالد المضاد. زيد شنو اخر؟ صافي يعني ما كيقضيناش على الموالد المضاد، حنا خاصنا يقضينا الموالد المضاد هذا المركب المانع. ولكن يعني كيصايبنا جوج حوايج مهمة، يعني كيمنع التكاثر وكيبطل الفعالية، هاد جوج حوايج مهمة، زائد واحد الحاجة واحدة اخرى اللي هي تنشيط عامل التكميلة. اللي عامل التكميلة شنو غتصايبنا؟ غتجيب لنا البلعامة، البلعاميات، يعني يجيبنا البلعاميات وتقومنا بالظاهرات البلعامه. اذا هذا المركب المانع عنده واحد الدور، علاش؟ حيت ملي كيشد لنا يعني ديك مضاد الجسم، ملي كيشد لنا المولد المضاد، كيمنعو على التكاثر، ما كيقدرش يتكاثر، وكيبطل الفعاليه ديالو. بحال مثلا شي بوليسي شدنا شي شفار، مثلا شدنا شي واحد، شي مجرم مثلا، يعني كيمنعو كيبطل الفعالية ديالو، هو بطل الفعالية ديالو وكيمنعو باش ما يتكاثرش. فهمتو كيفاش؟ باش ما يكونوش جرائم اخرى. فهمتو كيفاش؟ وكيمنع كيبطل الفعالية ديالو. اذا هذا هو دور مهم، اذا هذا دور مهم، ولكن ما كيقضيناش، هاد البوليس ما كيقضيناش على الجرائم كامله. هذا غير كمثال وصافي. اذا هذا المركب المانع اي كيبطل الفعاليه ديال الموالد المضاد وكيمنع التكاثر، ولكن واش يعني كيقضي لنا على هذا الموالد المضاد بشكل كامل؟ يعني كيقضي لنا على هذا الموالد المضاد؟ لا، ولكن كيقوم واحد الدور. وشكون كيقضي لنا على الموالد المضاد؟ اللي هي البلعاميه. البلعاميه كتجي لنا، يعني كتجي البلعاميه وكتقضي لنا على المولد المضاد. وشكون اللي كينشط لنا هاد البلعاميه؟ يعني شكون اللي كيجيب لنا هاد البلعاميه؟ اللي هي عوامل التكميله، عامل التكميله، يعني غير شوف السميه كي داير، عامل التكميله كيكمل لنا ديما، كيكمل يعني عمره ما كيبدا، ديما كيكمل، عامل التكميله كيكمل. اذا هذه هي يعني هذا هو عامل التكميله. عامل التكميله ملي كيتنشط مواكب المانع، ملي كنشطنا عامل التكملة كيجيب البلعاميات، والبلعاميات كتقضي على ديك المولد المضاد، كتلقاه جاهز مشدود، يعني كتلقاه جاهز، كتدخل وكتصايب البلعامة عادي وكتطرح. يعني هذه كتسمى تعاون خلوي، عقلوا ليها، تعاون خلوي ما بين هاد، يعني التعاون الخلوي ما بين هاد المسلك الخلطي، المسلك الخلطي ما بين المسلك، هذا مسلك خلوي، هذا مسلك خلطي، المسلك الخلطي، التعاون الخلوي ما بين المسلك الخلطي والاستجابه الغنوية اللي هي الطبيعيه. اذا كتلخيص عام نصايب واحد التلخيص عام، هو هذا: المناعه نوعيه وغنوية، نوعيه تدخل لمفاويات، غنوية تدخل بالعاميات.
اذا فوقاش كنستعملوا النوعيه تاعك كتفشل الغاء النووي. اذا فوقاش كتفشل الغاء النووي احنا نشوفوا فوقاش كتفشل. المهم كتدخل بالعاميه يعني وكيتم تنشيطها بواسطه الوسائط الالتهابيه اي، وكتصايب لنا ظاهره البلعام تقدر تكون فعاله وتقضي على المورد المضاد، تقدر تكون غير فعاله وما تقضيش على المورد المضاد، وكتصبح البلعاميه خليه عارضه للمورد المضاد سي بي ا. سي بي ا يعني ملي كتصبح هذه الخليه ملي كتكون هذا ظاهره البلعامه غير فعاله وما كتقدرناش على المورد المضاد، كتصبح ان هذه الخليه عارضه للمورد المضاد كتسمى سي بي ا. السي بي ا كتنتقل الى اذا السي بي ا كتنتقل الى يعني كتنتقل الى العقد اللمفاويه، العقد اللمفاويه وكيتم واحد التعارف ما بين السي بي ا والتيكادا. ملي كيتم التعارف ما بين السي بي ا والتيكادا يعني هاد التعارف بعدا كيكون بواسطه الانترلوكين واحد باش كتكاثر هاد التيكادا. التيكادا باش تعطينا التي اش، والتي اش يعني ملي كتنشط لنا بواسطه الانترلوكين جوج كتعطينا التي اش، والتي اش عاوتاني كتعطينا اللمفاويات بي واللمفاويات التويت. اذا ملي كتعطينا اللمفاويات التويت واللمفاويات بي كتعطينا بلزاميات كتحول بلزاميات وكتفرز لنا مضادات الاجسام وكتشكل المركب المانع وكيتم القضاء على المورد المضاد، وهذا مسلك خلطي. اما ملي كتعطينا يعني ملي كتعطينا التويت، التويت ملي كتحول التيسي قاتله، ديك التيسي قاتله كتفرز لنا البيرفورين والغرانزيم وكيتم القضاء على الخليه المعفنه. دين البيرفورين والغرانزيم كيقضيونا على الخليه المعفنه وهذا كيتسمى مسلك خلوي. اذا هذا كل ما كان فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.